السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم أسامة ثامر من قناة أكواع إنفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، جروب الأحواض النباتية على الفيسبوك. اليوم المكان غير مكان، ماكو وراي أحواض، لأنه حبيت أشارككم بموضوع كلش بسيط مختطف كلش حلو وسهل عن الأدوات التولز اللي تخص أدوات تقليم وأدوات غرز النباتات بالتربة. الأدوات مالتي مثل ما تشوفوها من مشاكل الزنجار. أنا صراحة بعض المعدات نسيتها بداخل الحوض مالتي من فترة، بحيث صارت عندي بيها مشكلة أنه بدأت تصدي. مثل ما تشوفون هذه التولز بدأت هنا تصير بيها مشاكل صدى. هذه أعتقد واضحة هسه، أي مشاكل صدى بيها. سببها انه بالمي بدأت تتفاعل، على اساس هي ستانلس ستيل، لكن انه بدأت تتفاعل. مثل ما تشوفون هذه همينة من هنا بدأت بيها تصير مشاكل صدى، هذه هنا النقطة وهذه مشاكل صدى بدأت تتفاعل، لكن هذه ما نتركها تصدي لانه مشاكل الصدى او الافرازات الحديد بالحوض داخلها مضرة وغير مفيدة، وشكلها همينة يخرب، فحاولت انه اسوي لها ريستور او صيانة. استخدمت هذا المنتج، يعني اي منتج هو يستخدم ريداست مزيل الصدى الحديد. بصراحة استخدمت السبراي لانه السائل من عند اللي شفناه باليوتيوب ما موجود انه مزيل صدى السائل، بالعراق ما موجود، فاستخدمت بصراحة دورت ما لقيت، لكن هذا اللي لقيته انه السائل البخار. فاستخدمت الطريقة التقليدية اللي هي انه ابخ بالبخاخ على المكانات اللي تصير بيها صدى، يعني مثل ما تشوفون هاي الطريقة، هذه ارش على المكانات اللي تصير بيها صدى، وبعدها استخدم هذا الفويل. الفويل انه هم نفس الشيء، ارش عليه بهيك الطريقة هذه، والفها فوقها الكنينس، والفها الف التولز مالتي هنا على مود احافظ على السائل اللي هو يوخر الزنجار بفتره باللف هذه، اقطع عنه الاكسجين يروح من عندها الصدى. طبعا هاي الطريقه اللي مجربها قبل فتره ونجحت عندي. هذه الطريقه يعني احفظهن واخليهن برا على مود موضوع الريحه. طبعا بعد ما حخلص من هذه العمليه حطول لها تقريبا يوم او يومين لحد ما اشوف انه كل الزنجار راح اشوفكم النتيجه شلون راح تصير. اعتقد كلش فعاله، لانه هاي سبق وانا جربتها مره، كانت فتره كلش قصيره ولكن طلعت نتيجه كلش حلوه. فانتظروا وياي بعد يومين شنو حصل النتيجه مالتها. هاي حاليا عدينا يومين على الفتره مالتها، هسه حني حفتحها وبشوفكم شنو اللي بداخلها. طبعا حاليا فكيت هناني مثل ما تشوفون، فكيت من كيسة بعد مرور 3 أو 4 أيام مو يومين. حاليا خليني اصورلكم اياها اكثر وضوح. وهي الصفحة الثانية رجعت اصليه مثل ما كانت، اللمعه مالتها رجعت. هذا اللي كانت يداته مزنجره بيها شويه، رجع اصلي جديد نفس مكان. هاي المكان اللي كان بيه زنجار همينه رجع اصلي جديد، وهذه الشبكه اللي كان هنا بيها زنجار شويه همينة رجعت جديدة مثل ما كانت. كلش نتيجة إيجابية، ورجعت المعدات مالتي جديدة ومن غير أي صدى. وبآخر الفيديو أضيف لكم مادة جديدة لقيتها بالأسواق قبل يومين، هي الأجي اللي هي التف جوب،
هذه اسمها ما اعرف شو ماركتها صراحه، يعني راست ريموفر او كوروجن ريموفر، هذا مزيل الصدى او مزيل الرست اللي هو الاول الصدى اللي يصير. تستخدم هذا المحلول يا اما تخليها يعني مثل ما تشوفون حاطين سطله تحطون به السائل وتحطون بها المواد اللي بدها تتزنجر لمده معينه، او تستخدمون تطلوه بالفرشه اذا كان ما ينحط بالسطله. طبعا بيفد انستركشن او استخدام طريقه استخدام، خليني اسولف لكم اياها. مثبتين طريقه الاستخدام انه تستخدمون واحد سكوب من هذا القبغ، هذا واحد قبغ تاخذون تحطوه باثنين ونص لتر مي كل جرعه مركزه، وتخلوه بين 10 دقائق لحد ساعات معينه. انا شفت على اليوتيوب صراحه استخدموه مو نفس منتج منتجات ثانيه المانيه كان يستخدمون، حطوه 48 ساعه طلع نتيجه مبهره مبهره، ماكو اي قطعه صدى بالمنتج اللي طلعها. ف هذا نوع ثاني ممكن تستخدموه، هذا طبعا اسهل وارخص واصرف لكم. ما اذكر سعره صراحه بشتريته، يمكن 6000 او 7000 دينار، ولكن يفي بي متطلبات البيت. لا تنسون اللي ما مشترك بالقناه يشترك بالقناه، واللي ما يعني عاجبه يتفرج على فيديوهات الاحواض النباتيه تلاقوها منشوره بجروبنا جروب الاحواض النباتيه، او باسفل القناه موجوده مجموعه فيديوهات مقترحه لكم. شكرا لكم ومع السلامه.